اختتمت في محافظة تعز الدورة التدريبية الأساسية في الطوارئ التوليدية للقابلات في محافظة تعز ضمن مشروع صحتنا أولا، والتي تقام برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، وبالتنسيق مع قطاع السكان في وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة بالمحافظة، ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفيذ المؤسسة الطبية الميدانية. اختتام اليوم الدورة التدريبية للطوارئ التوليدية الأساسية لعدد 15 قابلة مستهدفة من المراكز المستهدفة في مشروع صحتنا أولا الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيادة منظمة الجي اس اي وتنفيذ المؤسسة الطبية الميدانية الاف ام اف. استهدفنا 15 قابلة من ثلاث مديريات، مديرية المواسط ومديرية المعالم جبل حبشي ومديرية الشمايتين. اليوم كان اليوم الختامي. استمرت الدورة 17 يوم بين التدريب النظري والتدريب العملي، وهدفت الدورة إلى تنمية معارف قدرات ومهارات القابلات على تقديم خدمات نوعية في الطوارئ التوليدية والوليدية من خلال الإرشادات والتطبيق. تم ترشيحي لهذه الدورة واستفدت أشياء كثيرة، منها رعاية الأم والطفل والوليد، إنعاش الوليد في الحالات الخطيرة، اكتساب ومعرفة الأخطار والأمراض التي ترافق الأم والوليد واكتشافها قبل دخولها مرحلة الخطر. استفدت كيف أتعامل مع الأم في حالة الولادة والمخاض، وكيف أقيها من المشاكل التي تواجهها في هذه المرحلة. واكتشفت كيفية إنعاش الطفل في حالة الاختناق، واكتشفت الأمراض التي ترافق الطفل مثل الاختناق الوليدي، مثل الضائقة التنفسية والصفار عند الجنين ونقص الوزن عند الطفل. استفدت معرفة كيفية الوليد الخديج والوليد قبل الأوان وكيفية المواصفات التي ترافق هذا الطفل. الاهتمام بالقابلات يعني الاهتمام بالأم والوليد، واهتمام بالأم والوليد يعني الاهتمام بالمجتمع. والدورات التدريبية التي تهتم بالمرأة والطفل مع دورات ذات مكسب مجتمعي طويل المدى.